المندوبيه العامه كتراهن بشكل كبير على المساله ديال التوظيف كمحطه في غايه الاهميه في غايه الحساسيه لانها محطه حاسمه. نؤمن بان هذه المرحله ديال التوظيف هي محدد اساسي للمستقبل ديال القطار. فكلما نجحت المندوبيه العامه في التوظيف ديال افضل العناصر كل ما هذا النجاح غينعكس على المستقبل ديالها. الى خدينا المساله ديال المراجعه ديال النظام ديال التوظيف فقبل الاعلان على المباريات ضروري بعد الاداره المركزيه كتقوم بالتحديد ديال الاحتياجات من حيث العنصر البشري اللي كيتم رصدها انطلاقا من مجموعه من الاحتياجات اللي كيتم التعبير عليها من طرف المؤسسات السجنيه والمصالح حتى المركزيه ديال الاداره المركزيه. اذا بعد تحديد ديال الاحتياجات كيتم الاعلان على المباريات على الموقع ديال المندوبيه العامه لاداره السجون وعدم الادماج وموقع الوظيفه العموميه الى جانب بعض الجرائد الوطنيه. اذا المندوبيه العامه كتستقبل جميع طلبات الترشيح الكترونيا، هادشي جا في اطار تعزيز ديال الرقمنه ديال القطاع وتجنب كذلك تنقل المترشحين يعني المؤسسات السجنيه اماكن بعيده لتقديم الطلبات. بعد الفرز والمعالجه ديال الملفات والطلبات ديال الترشيح كيتم الاعداد ديال اللائحه المترشحين اللي استوفوا الشروط لاجتياز المباراه، وبهذا الشكل كيتم الاعلان على المباريات اللي كيتم التنظيم ديالها على مستوى مراكز مباريات على مستوى الجهات لاجراء الاختبارات الكتابيه حسب الرغبات ديال المترشحين كل على حسب المركز ديالو. اختبار الكتابي اللي كيتمثل في سؤال او عده اسئله ذات اختيارات متعدده. تصحيح الاختبارات الكتابيه كيتم الكترونيا اولا لضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين، وثانيا لتسهيل عمليه التصحيح والاعلان عن النتائج. بعد اجتياز الاختبارات الكتابيه كيتم الاعلان على النتائج ديالها والدعوه ديال المترشحين الناجحين لاجراء الاختبارات البدنيه اللي هي عباره على اختبارات في العدو واختبارات لتجاوز الحواجز، الهدف منها تقييم القدره على التحمل ديال المترشحين والاهليه ديالهم لمزاوله المهام المتعلقه بالوظائف المعتبره من شانها. اجل اجراء الاختبارات البدنيه المترشحين كيكونوا ملزمين باش يجيبوا معاهم ملف طبي اللي كيتعرض على اللجنه الطبيه اللي كيتكون من تخطيط كهربائي القلب وتقرير ديال الطبيب اضافه الى بعض التحاليل، وهذا الملف كيتعرض على اللجنه الطبيه اللي كتقوم بفحص سريري للمترشح للتاكد من السلامه الجسديه ديالو ومن الاهليه ديالو ماشي غير الوظيفه ولكن كذلك لاجتياز الاختبار الرياضي. ويقد يترتب على هذا الاختبار ديال هذه اللجنه الطبيه رفض اجراء مترشح الاختبار الرياضي خاصه اذا كان ما مستوفيش الشروط اللي هي اصلا يعني معلن عنها في الاختبار الكتابي مثل الطول متحدات البصر اللي ضروريه للقيام بالوظيفه المعتبره من اجلها. بعد اجتياز الاختبارات الكتابيه واختبارات البدنيه كيتم الاعلان اذا على النتائج وإعداد لوائح ديال المترشحين اللي كتتم الدعوة ديالهم لاجتياز اختبارات شفوية اللي كتنظم عموما إما في المركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت أو الملحقة ديالو بإفران. قبل ما يدخل أمام اللجنة ديال الشفوي المترشح عند الاستقبال ديالو وكيتم التوجيه ديالو للقاعة ديال الإعلاميات، حيث كيتم في هذه القاعة التعبئة ديال مجموعة المعطيات ديالو الشخصية إلى جانب الإجابة على روائز بسيكوتقنية دي تيست بسيكوتكنيك كتساعد في التقييم ديال الشخصية ديال المترشحين. هذه الاختبارات الشفوية كتكون من طرف لجنة مكونة من أطر وأخصائيين نفسانيين ممارسين بالمندوبية العامة، والأسئلة كتكون متعددة كتتعلق بالمجال الإداري الاقتصادي الاجتماعي إلى غير ذلك. كيكون المترشح مطالب باختيار سؤال لكي يجاوب عليه امام اللجنه ديال الشفوي. كيمثل المترشح امام هذه اللجنه ديال الاختبارات الشفويه اللي كتكون مزوده بحاسوب وبشاشه من الحجم الكبير اللي كتسمح لهم باش يطالعوا خلال المقابله
على جميع المكونات ديال الملف ديال المترشح من خلال الشواهد المحصل عليها، الدبلومات الاضافيه، السيره الذاتيه ديال المترشح، عموما جميع المعطيات والمعلومات اللي تفيد في التقييم ديال المتدرب والتقييم ديال الشخصيه ديالو كتكون حاضره، كتعطي فكره للجنه على مدى الاهليه ديال المترشح لولوج الوظيفه. بعد اجتياز اذا الاختبارات كتقوم المندوبيه العامه اذا بالاعلان على النتائج النهائيه للمترشحين الناجحين في جميع الاختبارات واللي كتتم الدعوه ديالهم للحضور للمركز الوطني لتكوين الاطر بتفلت او الملحقات ديالو بافران من اجل الخضوع لتكوين اساسي قبل ولوج الوظيفه. بعد استقبال المترشحين الناجحين كيتم التوجيه ديالهم نحو الاقامه ديالهم بعد اجراء عمليه القرعه من حيث المحلات ديال الاقامه. بعد ذلك يتم التقسيم ديالهم الفصائل والمجموعات لتدبير يعني برنامجهم اليومي وتسهيلا لتنفيذ البرنامج ديال التكوين الاساسي بشكل عام. هذا التكوين الاساسي اللي غيستمر بطبيعه الحال لمده 6 اشهر اللي كتخللها يعني فترات ديال التدريب الميداني بالمؤسسات السجنيه. في الجانب النظري كيتضمن برنامج التكوين الاساسي مجموعه من المواد المتصله بتدبير الشان السجني مثلا مواد متصله بالجانب القانوني، قانون منظم السجون، المرسوم التطبيقي، القانون الجنائي، قانون المسطره الجنائيه، كذلك مواد متصله بحقوق الانسان، المواثيق الدوليه لمعاملات السجناء، مواد تم ادراجها في السنوات الاخيره لاغناء البرنامج التدريبي للتكوين الاساسي مثل محاربه التطرف العنيف داخل السجون، الاليه الوطنيه للوقايه من التعذيب، قانون مناهضه التعذيب، مجموعة من القوانين كذلك ذات الصلة اللي كيحتاجها الموظف ديال السجن خلال أداء المهام ديالو. إلى جانب ذلك كاين مواد مرتبطة بمجالات العمل السجني، فهناك حصص نظرية وتطبيقية كيتم التنظيم ديالها في مجال التواصل، يعني من خلال بناء وضعية تواصلية والمناقشة ديال الجوانب المهنية في التواصل والجوانب غير المهنية. بالتالي فكل ما كان الموظف مهني في التواصل ديالو كل ما غيعالج المشاكل ديالو غيتجنب الوقوع في اخطاء. تم كذلك التطوير ديال ماده كتعلق بالجانب المعلوماتي، لان المتدربين خلال الفتره ديال التكوين الاساسي اذا كيتم الاحداث ديال واحد لو كونت ايميل لكل متدرب، اذا هنا هذه كتكون فرصه بين نحسوهم بالاهميه ديال هذا لو كونت بروفيسيونيل وكيفاش يستعملوه، كيفاش يستعملوا لو سيت ديال المندوبيه العامه، كيفاش يتعاملوا مع وسائل التواصل الاجتماعي، كيفاش يتجنبوا يوقعوا في بعض الاخطاء المهنيه. من ابرز الحصص اللي كنقدموها في التكوين الاساسي اللي كتنعكس خصوصا على الجانب الانضباطي وتعزيز روح المواطنه والثقه بالنفس وروح الجماعه هو الحصص اللي كتعلق بالنظام المنظم او المشي العسكري اللي عندها واحد الدور كبير، من خلالها كيمروا المؤطرين مجموعه من الدروس، مجموعه من القيم من اجل الترسيخ ديالها في نفوذ ديال المتدربين. كذلك من خلالها كيأطروا المتدربين على كيفيه ارتداء الزي الرسمي، كيفيه الاحترام ديال جميع المكونات ديالو والعنايه به. برنامج التكوين الاساسي هو متنوع وغني، كيتضمن مجموعة من المواد سواء مواد نظرية مواد تطبيقية في مجالات مختلفة متصلة بشكل أو بآخر بتدبير الشأن السجني، بما في ذلك الشق الرياضي، الشق التطبيقي، الشبه العسكري، الحصص النظرية الأنواع ديالها من حيث المجالات المتصلة بتدبير الشأن السجني. كل هذا من أجل ضمان تأهيل المتدربين للقيام بالوظيفة على الشكل المطلوب وبشكل مهني مع التركيز على وجه الخصوص على الجانب التطبيقي، وهذا الشيء كيتجلى من خلال بناء فضاء التدريب التطبيقية وباتيمون سيمولاسيون أو كما يصطلح عليه باللغة الإنجليزية ماك بريزن، اللي هو بناية كتمثل السجن المصغر اللي كيقوم المركز فيها بالتنظيم ديال حصص تطبيقية لتجسيد بعض الوضعيات وبعض الحالات
أو لتنفيذ بعض الإجراءات المسطرية لتدبير الشأن السجني، لأن الهدف من التكوين ليس فقط إغناء وتعزيز المعارف بقدر ما هو ترسيخ الممارسات الفضلة، الحركات المهنية اللي خاص يضبطوها المتدربين من خلال التكوين الأساسي، مثل مثلا طريقة ديال التفتيش ديال النزلاء، طريقة ديال التصفيد، طريقة ديال القيام بعملية النداء، القضية ديال إخراج السجناء. كل هذه يعني المهام يتم تجسيدها تطبيقيا في هذا الفضاء التطبيقي. النظام الجديد للتوظيف اللي قامت المندوبية العامة بتطوير دياله، إلى جانب البرامج والمناهج ديال التكوين اللي تم الإعداد ديالها في مجال التكوين الأساسي والتكوين المستمر والتكوين المتخصص، كل هذا الشيء ساهم في الرفع من الأداء ديال الموظفين والرفع من المهنية ديالهم والدرجة الاحترافية ديالهم ومن المستوى الأداء ديالهم بالشكل اللي كيشهد به جميع المتسبعين للشأن السجني، وبما يستجيب الالتزامات الدولية لبلدنا في مجال حقوق الإنسان.